يا بذيتي يلتسمعون وبكتاب الباري والعترة وصيتي أعرف شلون شراحة ويلاقون بعدي أهل بيتي شوف العيون من أموتا تنقتل فاطمة بنيتي. انطفأ نور السماء وبكت ملائكة السماء فقد استشهد حبيب الله. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقدم لكم العزاء ونرفع العزاء إلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى مراجعنا العظام. نعم، نحن اليوم نتواجد في محافظة النجف الأشرف لنقل العزاء باستشهاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من محافظة النجف الأشرف ننقل لكم تعازي الناس من داخل الصحن العلوي الشريف. نعم، بعدما كنا وإياكم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ها نحن اليوم نتواجد معكم ونواسيكم باستشهاد جده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله لكم الأجر بهذه الذكرى. مشاهدينا مشاهدي قناة المهدي الفضائية، هذه التغطية تأتيكم من على قناة المهدي الفضائية، ابقوا معنا. هذا الانصاب فاطمة توقع على التراب والصبر صفحة طوى والصبر صفحة طوى آخر أيام العمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد خير الخلق حبيب الله محمد. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الرسول الأعظم، ونعزي مراجعنا العظام بذكرى الرسول الأعظم إن شاء الله، سائلين المولى أن يحفظ العراق والعراقيين ببركة محمد وآل محمد. اليوم شنو شعورك وأنت تعظم هاي الشعيرة المباركة؟ بعد ما أيام كنا من تعظيم شعيرة الحسين، وإحنا اليوم نعظم شعيرة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هاي الشعيرة هو حبيب الخلق الرسول الأكرم، بعد ما تنوصف هاي الشعيرة خاتم الأنبياء والمرسلين. فندعو من الله في هذا اليوم أن يحفظكم وأن يحفظ خدام الحسين وأن يوفقنا ويوفقكم ببركة صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خادمك الملا سعدي هادي كربلاء من قضاء عين التمر، كربلاء قضاء التمر. عندي أبيات إن شاء الله راح نقدمها إلى سيدي مولاي. يا الله يا بوي الدار ما تنطاب ليك، إذا رايت روح تروح وياك الروح وياك، حال الضيم حال اليوم بعداك أهل دموع عالوجنات من دم، رحيت عني وعفت بنتك يتيمة يا ابو القاسم يا ابو النفس الرحيمة، كنت إلها ولأبو الحسنين خيمة، عقب عيناك كل الضيم يلتم، عقب عيناك كل الضيم يلتم، على باب ليال السود والشان نسحى لحال الزهراء في هذا اليوم وفي هذه الليالي. يا الله انفاسك
على باب ليالي السود والشايان وبعد ما تبرد النيران وكان مش عني عزيز الروح وكان ابوي وخيمتي وفيايلي يا ابوي وخيمتي وفياي يا ايلي. وهذا البيت لا سيدتي ومولاتي زينب عليه السلام تقول متى نعاد بعد ايام خوتنا بعيد ايام خوتنا متى نعاد وكثير جروح بقلبي متى نعاد صحت يا صوت خليني متى نعاد شيلا بيذا وقعت رقية صلوا على محمد وآل محمد. محمد أحسن طيب الله أنفاسك زارنا العزيز جزاكم الله خير في ميزان حسناتك إن شاء الله حياك الله أهلا وسهلا الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد حبيب الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي في هذه المناسبة الأليمة صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر بمناسبة وفاة جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سائلا من الله أن يعم السلام كل ربوع الأرض ويوحد كلمة المؤمنين بحق محمد وآل محمد ويكشف الغم عن هذه الأمة بحق الرسول وبحق آله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. نعم. شنو شعورك وانت جايب ضريح الإمام علي تعزي باستشهاد خير الخلق محمد؟ والله هذه مناسبة عليمة ونسأل من الله أن كل يأتي بها أن يوحد قلبه لأنه هاي سفينة النجاة ما يشفع عنا غير الإمام علي عليه السلام لأنه سفينة النجاة والهدى. يعني هذه المناسبة عظيمة على قلب كل مسلم ومؤمن. نعم. أحسن. فكيف هو بحبيب الله؟ حبيب الله رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الدين محمدي الوجود حسيني البقاء، فلا بد أن نحافظ على هذه، لأنه الحسين عليه السلام ما جاء من المدينة إلا يرفع كلمة لا إله إلا الله ويحيي كلمة الدين. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولكني خرجت بالإصلاح في دين أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. واللهم صل على محمد وآل محمد. الله يتقبل منكم حجينا. الله يرحم والديك ويسلمك. علي عيش بغربة وبغيابي، علي شاي بقلبة وبغيابي، علي عيش بغربة وبغيابي. مشاهدي قناة المهدي الفضائية مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف، ومعنا زائر من الزائرين الكرام المعزين بوفاة الرسول محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. عظم الله أجرك. عظم الله أجورنا وأجور شيعة علي بن أبي طالب جميعا وصاحب العصر والزمان عجل الله له الفرج إن شاء الله. أحسن. الله يسلم. أشكر إخواننا العراقيين على الاستضافة اللي هنا سواها لنا، كل كادر هنا شقال، اقول الله يرحم والديك. احسنت. الله. منين جيتك زايرنا؟ من السعوديه. حياك الله. الله يسلمك. حياك الله. قبل كم يوم عزيت باستشهاد الحسين، اليوم تعزي باستشهاد جده، كلمه للعالم بهاي المناسبه، مناسبه استشهاد الرسول الاعظم. كلمه للعالم، اقول عظم الله اجوركم جميعا
حنا خدام الزوار، زوار الإمام الحسين، وأقول تمسكوا تمسكوا ثم تمسكوا بالإمام، تمسكوا وإن شاء الله النصر قريب إن شاء الله. بما أنه أنت جاي من دولة السعودية إلى العراق، تكلم لي الناس عن الخدمات الحسينية وخدمات اليوم باستشهاد الرسول الأعظم، مستوى الخدمة، مستوى التقديم للزوار والعطاء. الخدمة جدا 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 رائعة، سواء كان المضايف أو العراقيين اللي قبلونك، الله يرحم لي والديهم جميعا، كل شيء الحمد لله مسهل، ربنا ولك الحمد، سواء من عند الإمام الكوادر أو خارج، الله يرحم لي والديهم. نسأل الله العودة إن شاء الله. إن شاء الله العودة، دعاكم لنا بالعودة إن شاء الله. موفقين. وفق الجميع إن شاء الله. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية، ومعنا معزي من المعزين بوفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. أول شيء عظم الله أجرك بذكرى استشهاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا حقيقة جايين نعزي أمير المؤمنين سلام الله عليه باستشهاد رسول الله، والمعز الأول والأخير هو الإمام الحجة عبد الله تعالى فرج الشريف، وأنه إن شاء الله هذه الحشود اللي جاية زحفا من كل المحافظات أو من كل العالم، لأن أنا حقيقة زائر من خارج العراق، فإن شاء الله تكون في عين الإمام سلام الله عليه. أحسن. في عين الإمام سلام الله عليه، والخدمات يعني الحمد لله موفرة وجيدة، وهذا يدل على قوة الطائفة عندنا يعني بتحمل هاي المسؤولية أمام الإمام سلام الله عليه، أمام الزوار، أمام هذا، وهذا فالشيء حقيقة يحسب للطائفة الشيعية. وإحنا قبل كم يوم كنا بزيارة مليونية، ولحد الآن مستمرين بتعزية بطريق آل البيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سفرة أمتنا سلام الله عليهم، ثم سفرة الحسين عليه السلام، هي ممدودة بكل أنحاء العالم. يعني احنا نشهد مسيرات عالمية بكل عواصم الدول، وكلها مليئة بالأحاسيس وال نهواه لو دار الوجه، نهواه لو دار الوجه، نظرتنا تطلع كسرة، نظرتنا تطلع كسرة، فرقاك يا الوالد صعب، مو هين على العشرة، مو هين على العشرة. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف، ومعنا زائر من الزائرين الكرام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. لكم الأجر والمولانا صاحب العصر والزمان بذكرى استشهاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. جئنا من محافظة ميسان لتقديم التعازي إلى مقام سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام ومولاتي الزهراء وجميع الأئمة الطاهرين، بخصوص مولانا صاحب العصر والزمان. الله يحسن الله. اليوم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإنسانية والأخلاق وكل شيء. نعم. ماذا تعلمنا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولو شيء القليل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل، أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. اليوم جئنا لتعزية أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل، وقد نستفيد من الأحاديث والسنة النبوية الشريفة لما جاء به النبي الأكرم. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف، ومعنا زائر من الزائرين الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر وذكرى استشهاد خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله. أعظم الله لكم الأجر باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة الأليمة نرفع أحر آيات التعازي إلى صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه، ونقول له ساعد الله قلبك يا صاحب الزمان، ساعد الله قلبك، أي المصائب تتحمل من مصيبة إلى مصيبة، وشهادة رسول الله هي أول مصائب التي نالت من قلب صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه وسهل الله مره. طبعا احنا قبل كم يوم كنا بتعزية باستشهاد الإمام الحسين، ونحن اليوم بتعزية لجده صلى الله عليه وآله. أحسنت ولذلك أنا قلت ساعد الله قلبك،
من عزاء إلى عزاء، وبعد أيام قلائل أيضا تكون عزاء صاحب العصر والزمان باستشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري إن شاء الله بعد أسبوع أو أكثر إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبل من هذه الجموع الغفيرة، ونسأل الله أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه ويجعلنا من أنصاره وأعوانه، وأن يلان لنا لطفه وكرمه ودعائه وخيره إن شاء الله، يثبتنا على هذا الخط، خط آل البيت. أحسنت، هذا الخط هو هذا. أنا دائما كل ما أزور أقول اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة وأدمها علينا وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين. وإحنا مقصرين بحق آل البيت هواية والله. أكيد أكيد أكيد، لأن هذه النعم كلها أكبر نعمة هي نعمة الولاية. ولو نطي أنفسنا وأولادنا وأرواحنا وكل ما نملك ما نفي ما نفي ما نفي بهذا. أحسن الله إليك. نسأل الله منك القبول والعودة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم إن شاء الله، وأسأل الله أن يوفق العاملين على هذه القناة أن يديموا ويحيوا أمر أهل بيت محمد وآل محمد. وأشكركم شكرا جزيلا. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية واستقبال جموع المعزين بذكرى استشهاد خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا زائر من الزائرين الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي صاحب العصر والزمان، ونعزي الإمام أمير المؤمنين بذكرى استشهاد سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله أن يدومها على الإسلام والمسلمين وعلى شيعة أمير المؤمنين جميعا. وهذه الذكرى ذكرى أليمة علينا وعلى كل شيعة أمير المؤمنين. ونشكر هذه القناة، قناة الإمام المهدي، على هذا اللقاء العظيم. أحسن. اليوم كإحنا كموالين للإمام علي والموالين للإمام الحسين، شنو شعورك وأنت كل سنة تجدد الولاء والوفاء للأئمة والنبي الأكرم؟ والله شعوري يعني أشكر الله على هذه النعمة الفضيلة وعلى هذا الكرم اللي أبذلوه العراقيين، اللي أي دولة بالعالم ما تبذل هذا الكرم ولا توصل لهذا الكرم العظيم اللي أبذلوه. بركات آل البيت. بركات آل البيت مستمرة إن شاء الله. أنا أسأل من الله أن يوفق هذا البلد للخير إن شاء الله، وإلى إصلاح المسلمين والمؤمنين، وخاصة المسؤولين عن هذا بأن يوعون بهذه التوعية الكاملة إن شاء الله. أحسنتم. نسأل الله القبول والعودة إن شاء الله. يتقبل الله منكم بصالح الأعمال إن شاء الله. جزيل الشكر. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، هذه التغطية مستمرة معكم من محافظة النجف الأشرف. ابقوا معنا. يكسر لباب يكسر لبابي والضلع وعلي يجي طفيق. شي يصير ضلع بسماري كسروا. سادتنا عذروني، انا دورات احكي قول من ليش تحكي. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف وجموع المعزين باستشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا زائر من الزائرين الكرام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عظم الله لك الأجر بذكرى استشهاد الرسول الأعظم. الله يحفظك إن شاء الله. إن في الواقع الأمر من أعظم مصائب الدهر والمصائب الخالدة فقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فقد جاء هذا النبي كما قال الله في كتابه أنه رحمة للعالمين، وهو هدية الله ورحمة الله الواسعة. هذا النبي العظيم الذي غير وجه التاريخ بما صنع مما يبهر ومما هو في واقع الأمر معجز، في ظرف 23 سنة قضى 13 سنة في مكة مفردا وحيدا مطاردا، تهتك حرماته، ولم يكن له ناصر آنذاك إلا بطل الإسلام وشاعر الإسلام أبو طالب أولا، وعلي بن أبي طالب ثانيا، وذريته الكرام. ثم بعد ذلك لما مات أبو طالب وماتت خديجة، وهما ركنان وثيقان في حياة النبي وفي صلب دعوته، جاءه أمر من الله أن اخرج يا محمد إلى المدينة فقد مات ناصرك. في المدينة قضى 10 سنوات، غير وجه التاريخ، نزول هذا القرآن،
سنته، أقواله، أفعاله، حياته، غير الناس وصنع منهم أوادم، صنع من الناس إنسانا في واقع له. رب دع عنك أهل البيت، دع عنك سيدة نساء العالمين وأمير المؤمنين والحسن، رب مثل سلمان، رب أبا ذر، رب المقداد، رب هؤلاء المجموعة المباركة، مدافعين عن الإسلام، علماء في الإسلام، أولياء، أتقياء. هذا الوجود وهو في واقع الأمر اختبار حقيقي للأمة وللبشر، ولا سيما لمن أسلم وآمن بدعوته وأيقن بنبوته. ولكن الله تبارك وتعالى قد أنبأ في كتابه قبل ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضل الله شيئا فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرون. هذا الأمر ما مات إلا بعد أن أقام الحجة وأقام دعائم الدين وهدى الناس إلى الصراط المستقيم وإلى جنات رب العالمين، وقال فيما قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا بعد أبدا، ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحق. ومن هنا تكون المصيبة بفقده أعظم المصائب، وقد جاء في الروايات: إذا أصابتك مصيبة فاذكر مصيبتك برسول الله. ومن هنا من عرف قدر المصيبة كان مثل أمير المؤمنين عليه السلام، أنه يتصور أنه كأنما الجبال وقعت على كاهله، لا يستطيع صبرا ولا يرى جمالا في هذا الصبر، حتى أنه طيلة حياته لم يخضب شيبته ويقول: نحن في عزاء رسول الله. وعرفت قدر مصاب النبي بضعته فكانت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالية. هذا الحادث الجلل وهذا المصاب الأعظم هو الذي نعزي به إمام زماننا، فهو البقية الباقية. الآن في دنيا الوجود كتاب الله موجود، وبقية الله سمي رسول الله محمد الإمام المهدي عليه السلام. فعزاؤنا لمولانا وأملنا بجاه مولانا، ونحن في جوار وصيه الأعظم أمير المؤمنين والد الأئمة الكرام، أن يعجل الله فرجه وأن يثبتنا بالقول الثابت على كتابه وعلى اتباع هدي إمام زماننا، وأن يحفظ مراجعنا العظام، وأن يحفظ لنا إيماننا، وكما وفقنا لزيارة النبي ولوصي النبي ولأولاده في الدنيا، أن يرزقنا شفاعته في الأخرى. وعظم الله أجورنا وأجوركم، وشكر الله مسعاكم وأثابكم ثوابا جزيلا. أحسنت، حياك الله. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من محافظة النجف الأشرف، ابقوا معنا. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية واستقبال جموع المعزين بذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا زائر من الزائرين الكرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر بذكرى استشهاد الرسول الأعظم. إن ولك الأجر، رحم الله والديك. نشكر لك على الفضائية، ونشكر الجمهور، ونشكر الزائرين اللي يواسون الإمام علي بمصاب سيدنا ومولانا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. نعزي الإسلام، ونعزي مراجعنا العظام، ونعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. احنا بالمناسبة هذه المناسبة تعلمنا هواية، كثير تعلمنا، وهواية ناس تسأل عن هذه المصيبة الذي احنا هسه بحضورنا قدام الإمام علي عليه السلام. تعلمنا نقول، تقول ليش الإمام الحسين تعظمونه أكثر؟ احنا الإمام الحسين مو أحسن من الرسول، وإنما الإمام الحسين هو سوى اللي ما صاير، ضحى بعياله واطفاله وعياله، وكل مفاجأة كبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم الله خيره ما بين، قال له تظل بالدنيا لو تظل وياي، ها في الشغلة هي. قال له يا سيدي يا مولاي عزرائيل عليه السلام، من يجي للرسول قال له كيفك؟ الباري عز وجل خيرك، تظل وياه تمشي تلقى؟ قال له امشي القى، بس انا اردن جبرائيل اخي وصديقي يجيني اللي جاي. واجا وحضر الامام علي عليه السلام وحضر جبرائيل، وتوفى الرسول وفاء احسن وفاء، وهو الله سبحانه وتعالى يريد بهذا الشغل. والله هي ان يكون هو حبيب الله. الامام الحسين لا كون هو
العظيمة المصيبة مصيبة الحسين هي عظيمة كبرى. لا يومك يومك يا أبا عبد الله. الثانية وبعد الإمام الحسين هو ضحى قلت لك بعياله وأطفاله وما خلى بذل بكل جهده. ونحن نواسي الإمام الحسين لأنه هو لو الرسول وفاته قبل الإمام الحسين عليه السلام كان واسطة الوادم أكثر. بس تواسي الإمام الحسين عليه السلام بمواساته لأنه هو الأقدم. زين الوادم تجي من البصرة وأبعد البصرة بعد هناك وتجي لك كربلاء اللي جاي من تجي تأخذ لها أقل شيء 15 يوم 20 يوم الله توصل لكربلاء. تجي تعبان الناس ومهلكان الناس. والله مواساة الإمام علي أفضل من الحسين هواية. بس الحسين كودر قلت لك الناس تتعب وتجر. شوف الحشود هسه أنت شوف الحشود أنا هاي السنة شايفها. أنا جيت من الرميثة ترى ولا جاي. حياك الله. من الرميثة من لبيت الرميثة جيت مشي ولا ركبت بسيارة إلا يعني خاف المعازيب أركب سيارة. الله. الله يسلمك الله يعطيك العافية. يعني السنة زوار ما شاء الله ما شايفها مد حياتي. أنا صار لمدة طويلة أجي للإمام الحسين. نعم. والحمد لله والشكر. هنيئا لك خط آل البيت من الحسين إلى الإمام علي وتعزية بوفاة الرسول. رحم الله والديك وشكرك ورحم الله والديك. جزاك الله خير جزاء والعودة إن شاء الله على أمة محمد وجاه محمد وحل محمد عند الله. آمين. وعلينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. آمين. ربي يحفظك إن شاء الله. مشكورين الغالي. مشاهدي قناة المهدي الفضائية مستمرين معكم في هذه التغطية. ابقوا معنا. قلبي بحجرك غافل جانا وزينب والحسني يا رسول الله يومي بحجرك غافل مو بيدي شغل بي مو بيدي مو بيدي مشاهدي قناة المهدي الفضائية هذه التغطية كانت وإياكم من صحن الإمام علي عليه السلام لاستقبال جموع المعزين بذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سنبقى دائما موالين لآل البيت، سنبقى دائما موالين على هذا الخط، الخط الحسيني والخط المحمدي. نعم في كل سنة وفي كل عام سنكون متواجدين لإحياء هذه الشعائر من ضريح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وكما قال الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أحب عليا فقد أحبني. نعم ونحن اليوم في ضريحه نستقبل جموع المعزين بذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.